بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد عن الشيخ النراقي لقضاء الحوائج الخاصة أن تقرأ هذه الآية 124 مرة، ونص ما يقول: فتقضى حوائجك الخاصة إن شاء الله تعالى، وهو من المجربات المؤكدة. الآية ما هي؟ آية النور، تقرأها أنت 124 مرة فتقضى حوائجك الخاصة، وهي من المجربات المؤكدة. آية النور هي: بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. 124 مرة فتقضى حوائجك الخاصة إن شاء الله تعالى. جرب ولا تشك. برنامج صباحات ولاية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام، وكما تعرفون بأن أفضل الأوقات بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الليل.